أخت طلبت لنا لاباتا سوفلي، أني حضرتها اليوم، نتمنى إن شاء الله راهي في الاستماع. نبدأ بسم الله. عندنا 250 غرام فارينة، هنا الأخت تدي 250 غرام فارينة، ندو لها نص مغرفة عندنا تاع سكر، عندنا نص مغرفة خمارة تاع الخبز، عندنا مغرفة تاع حليب غبرة، وعندنا مغرفة تاع زبدة، عندنا مغرفة تاع قهوة ملح، عندنا مغرفة تاع ماكلة مايونيز، هنا تدي مغرفة تاع أكل، وهاد المايونيز تعطي العجينة خفة. عندنا حبة بيض كاملة، عندنا نص باكي تاع خمارة تاع الحلوى، وتلم العجينة تاعها بالماء دافي. نعاود المقادير هكا باش لي ما كتبوش يكتبو. عندنا 250 غرام فارينة، ندو لها نص مغرفة سكر، عندنا نص مغرفة خمارة تاع الخبز لو فيغ دو بيير، عندنا نص مغرفة مغرفة تاع حليب غبرة، عندنا مغرفة أكل زبدة، عندنا مغرفة قهوة ملح، عندنا مغرفة تاع ماكلة مايونيز، حبة بيض، وعندنا نص باكي تاع خمار. وتلم العجينة تاعها الأخت بالماء دافي. هنا يدير لافارين تاعها، ودير المواد الجافة السكر خمارة الحليب لحظة، ودير الملح، ومن بعد نبداو ندير حفرة، وبلا ما نساو الخمارة تاع الحلوى. هنا دير حفرة ودير الحبة تاع البيض، ودير ديك المغرف تاع المايونيز والمغرف تاع الزبدة. هنا المغرف تاع الزبدة تديها الأخت طرية وديرها في الوسط، وتبدا تلم العجينة تاعها بالماء يكون تياد دافي. هنا الأخت ما تسخنش الماء بزاف باش ما يكتلهاش المفعول تاع الخمارة، وتسيي ترونها مليحه، ما هي يابسه ما هي طريه، وديرها اون بول وتخليها تخمر. كي تخمر العجينه تاعها ديغازيها وديرها دي بول، واوليو اللي كاين اللي بزاف يفردوا كاع العجينه ويقطعوا دي سيركل، هنايا من بعد لي شوت يغبنوها، تعاود ثاني تخليهم يخمروا يتو. تسيي هنا الاخت دير هذيك العجينه تاعها، ديرها كويرات صغار، تقطعها كاع كويرات صغار، وتخليهم تاني تغطيهم، تخليهم شويه يريحوا باش يساعدوها في الحل، ومن بعد كي يريحوا تحلهم. هنا تي الاخت تحلهم دائره، شكل دائري رقيقه. هنايا الاخت طلبت لي غير لاباط، انا كملت نعطيها كاع الوصفه باش اللي يبغوا يحضروها اليوم يحضروها. هنا الاخت توجد تكون موجده ان صوص طومات، شويه صوص طومات، راهي الاخوات كلهم يعرفوا لا صوص طومات. وهنايا تدي الاخت كيما حبت، تبغي تحشي الحشو اختياري، تبغي دير فيون داشي، لحم مفروم اللي نديرو به البوراك، بصل ولحم مفروم وملح حرور وقرفه وشويه دهان، ومعها مع التالي عندنا معدنوس. تزيد لها بغات زيتون، بغات فرماج، هنايا الاخت كيما حبت تدير. وبيان تدي الدجاج تاني، الدجاج يجي شباب، يا مفروم يا بقى يا اللي بقى لها شويه دجاج كي نقولوا من تاع الفطور اللي بقى لها. تاني الاخت هنا ما تبدرش، اللي يبقى لها تاني تفته وتزيد له، تزيد له الفرماج، تزيد له زيتون، تزيد له بيض، ولا كومبليتمون دير الطون تاني، الطون بالزيتون تجي شابه. انا طلي داك تدي نص مغرفه تاع قهوه، تطلي غير النص تاع لو سيركل الدائره تاعها، ودير فوقها الحشو. هنايا الحشو دير كيما حبت، ودير من فوق الفرماج وتبلع، وتسودي مليح لي سوفلي تاعها، ومن بعد تطليهم بصفار بيض معاهم شويه تاع خل. هنايا صفار دائما نحوا لهذيك الزفره تاع البيض، تدير معاها واحد المغرفه ولا نص مغرفه تاع خل ولا قارص، وتخلط ودير البانسو تاعها، تطلي كامل الحبات وتخليهم يريحوا شويه، ومن بعد لو فوق تاعها راه مسخن، وتدخلهم الاخت يطيبوا. عندنا رولي تاع البطاطا، هنايا نمد لهم المقادير هادو، والاخت الى جاها قليل تزاود، جاها هذا هو العبر تاعها سيبا. هنا نستحقوا زوج مرسوات تاع الدجاج، تدي الاخت سي تدي طرطر تاع الفخد وصدر. هنايا نستحقوا حبه بصل، عندنا سنينه ثوم، عندنا ملح وحرور وريق رند وسكنجبير وشويه كركم.
هنايا نطيبوا هذوك لي كويس تاعنا لا كويس والصدر، نديرهم يطيبوا في هذا المرق. على الجهه راهم يطيبوا نوجدوا نحتاجوا 4 حبات ولا 5 سا ديبون لو مول تاع الاخت هنايا.